الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبرين يقول إن قيادة حركته قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، وأن الكرة حاليا في ملعب الاحتلال، مبينا أن هذا الملف على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها أصحاب الأحكام العالية. القناة 20 الإسرائيلية تبين أن مصلحة السجون ستفرض إجراءات جديدة في سجن جلبوع بعد حادثة فرار الأسرى 6 في 6 سبتمبر الجاري، وبحسب القناة سيتم تعزيز السجن بحراس من سجون مختلفة سيعملون لفترات أطول، وسيجرون تفتيشا وعدا للأسرى الفلسطينيين من خلف نوافذ الزنازين، وقد تصل إلى مرة كل ربع ساعة على مدار اليوم. وزارة الصحة الفلسطينية تسجل اليوم الاثنين 16 حالة وفاة و2103 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 1262 حالة شفاء. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية يؤكد أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت هدفها هو التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين، مبينا أن ذلك بحاجة إلى وقفة جدية من المجتمع الدولي والدول التي تنادي بحل الدولتين. وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني يقول إن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أيا من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، ما تسبب في تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية. شركة فيسبوك تكشف عن تبني نهجاً أكثر تشدداً للتعامل مع مجموعات الحسابات الشخصية الحقيقية التي تنسق لنشر محتويات ضارة، وأشار موقع CNET.com إلى أن فيسبوك لديها بالفعل قواعد ضد بث محتوى ضار مثل التحريض على الكراهية والتحرش والمعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا المستجد. نهاية الموجز، في أمان الله.